بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك العقول النظيفة والقلوب النظاف دائما اللي يعاكسها الزمن والظروف، والقلوب الخبيثة والعقول الخفاف حظها زين لكن ما عليها حسوف، والنفوس العزيزة ما عليها خلاف، ما اشتكت لو زمنها مثل حد السيوف، والردي ما يخوف والوفي ما يخاف، وكل واحد عيونه حسب كيفه يشوف. المهم، موضوعنا اليوم في ناس قالوا لي يتكلم عن دبة الرصاص الشكماء وإيش مشاكلها، وناس يقولون السيارة كيف ضعيفة وما ضعيفة، إيش أسباب الضعف وزي كذا، يعني شغلات بسيطة هي ما هي، وراح أعطيكم شرح عنها إن شاء الله. طبعا شغلة الدبة وما الدبة، الدبة إذا فضيت الدبة مثلا، قصيت الدبة وحطيت مصورة، هذه مشكلة عليك أساسا، هذه مشكلة، بيكون عندك صرفية بنزين زايدة، ليش؟ لأنك أنت لخبطت الكمبيوتر، الشكمان يجي عليه حساس أو حساسين، وبعضه يجي عليه ثلاثة، وبعضه يجي عليه أربع حساسات، خاصة الأمريكي الأربع سلندر أو الأربع الثمانية سلندر الأمريكي أو الأربع سلندر زي التويوتا، يجي فيه تقريبا حساس أو حساسين، الأمريكي يجي فيه حوالي أربع حساسات، هذه كلها إيش نظام هذا الحساس اللي يجي على الشكمان أو يجي عند الدبة قبل الدبة؟ في يجي قبل الدبة وفي يجي عند الأقزوز، إيش عملها؟ عملها تقرأ الأكسجين اللي خارج من الدبة، فتقرأ النسبة وتعطي أمر للكمبيوتر بزيادة أو نقص البنزين، إنك يا كمبيوتر أنت يا الحارس زيد بنزين شوية أو نقص صرفية البنزين، الهواء زايد أو الخليط، يقيس الخليط في الشكمان، يقيس الخليط ويعطي أمر للكمبيوتر بزيادة أو نقص البنزين. أنت لما تلغي الدبة هذه يلخبط خلاص، الحساس ما يقرأ، يعطي أوامر غلط للكمبيوتر، فتلاقي السيارة فيها ضعف، فيها تفتفة، فيها دخان يطلع أسود، يعطي أوامر غلط، هذه المشكلة. فالدب لا تشيله نهائيا مهما كان، لا تشيله إذا كان فيها مثلا تراكم زيوت أو وسخ أو هذا، تفك وتتنظف وتتركب عادي. والمفروض يعني الحساسات اللي تيجي على الدبة وعلى الشكمان بصفة عامة، يعني كل سنة سنة ونص تفك الحساس ونظفه. طريقة تنظيفه أمر بسيط، تفك الفيش وتفك الحساس نفسه من الشكمان، وتحط علبة مثلا، تعبي العلبة هذه مثلا بخاخ سيديلكو أو بخاخ إلكترونيات، والحساس نفسه تسقطه فيه وتخليه ساعتين ثلاثة يوم كامل، بعد كذا تفكه وتنشفه وتركبه، لا تنظفه بسنفرة أو بأي حاجة يخرب لو نظفته بشغلة، لكن امسح بقماش وخلاص. شلون وكيف؟ أمره بسيط، هو ما أدري هو واضح من هنا ولا لا، هذا مايل، شوف هنا اللي على الماسورة هون واضح تحت، واضح هذا هو الحساس، تفكه وتنظفه، وطريقة فكه بسيط، له فيش تفكه مع الفيش، الفيش حقه، شوف الفيش حقه، هذا الفيش حقه، تفكه من هنا من الفيش، هذا السلك حقه، وينفك من هنا، وينفك من هنا، ويطلع وتحطه في البخاخ السيديالكو، يتنقع لمدة ثلاث ساعات أربع ساعات يوم كامل، بعد كذا تنشفه وتركبه. هذا
الحساس، في بعض السيارات يجي هنا حساس ويجي هنا الحساس قبل الدبة، ويجي هناك حساس في بعض السيارات، فتتنظف وتتركب. امسك انا هاي. طيب قالوا لي كمان اشرح عن الضعف في السيارات، شلون الضعف وما الضعف. الضعف زي ما قلت لكم تنظف الحساسات هذه، ان شاء الله امورها تزبط. تفريغ الدبه هذه مشكله، ولا تفرغ مره نهائيا. الكلبريتر او البوابه، السيارات القديمه كلبريتر، السيارات الحديثه بوابه. تفك البوابه او الكلبريتر، يكون فيه مثلا دخان اسود يطلع تفتف فيه تقطيع، تطفي السياره بعض الاحيان. يكون المشكله من الكلبريتر، يبغى له فك وتنظيف وتغيير اصلاح. السيارات الحديثه فيها بوابه، تفك اللي هذا، تفك اللي هذا وتنظف البوابه سواء واقفه او تفك البوابه وتنظفها. صفايه البنزين، صفايه البنزين هذه ضروريه، المفروض كل سنه او سنه ونص تغيرها. ليش؟ كل محطه تعبي منها بنزين، في بعض المحطات تعبانه فيها وسخ، تقفل لك صفايه البنزين اللي هي هذه، زي هذا الهايلوكسات، هذه صفايه البنزين هنا، هذه صفايه بنزين. صفايه بنزين ايضا البواجي، البواجي يتراكم عليها كربون او عليها شيء، تفكه ونظفه وركبه ويخدمك. او اذا طال عليها المدى سنتين وشويه، سنه ونص، وتبغى تغيرها غيرها. برضو من مشاكل الاسلاك البواجي، سلك البوجي ما يوصل الكهرباء كويس، تاكد منه، وشرحت في مقاطع سابقه كيف تتاكد منه. فلتر الهواء، الفلتر اللي هنا الهواء هذا اذا جاء عليه وسخ وغبار يسبب تفتفه برضه، لازم تفكه وتنظفه او انك تغيره بجديد. والسيارات الحديثه اللي فيها فلتر هواء هنا ولها حساس، حساس الهواء هذا ينفك مسمار منه ومسمار منه، ويتنظف بخاخ الكترونيات او اسيديلكو، ويتركب ويعمل ان شاء الله بشكل صحيح. البخاخات، ما البخاخات اذا كان في وسخ يجي من البنزين او شيء يسد البخاخات، او قد يكون البخاخ نفسه فيه مشكله. البخاخ اساسا نظامه يرمي رذاذ، يرمي رذاذ، اذا كان في خراب هو يسيل سيلان، اذا سيل سيلان تشم ريحه بنزين ويطلع دخان اسود، معناته ان البخاخ يبغى له صيانه. هذا بشكل سريع. والليات اللي تيجي على الكلبريتر، الليات اللي تيجي على الكلبريتر او على البوابه اللي يقصد بها هذه، زي مثلا الليات هذه، مثلا اللي هذا من هنا، اللي اللي هنا، الليات اللي تيجي هنا في الاطراف، يكون فيها قطع، يكون فيها شق، يكون فيها قطع بسيط، هذا برضه يسبب مشكله، يدخل هواء زياده ويخلي السياره فيها تفتفه. ايضا الثلاجه، تعال مني يا نايف. ايضا تنسيم الثلاجه، تنسيم الثلاجه يسبب تفتفه ونتع ومشاكل كبيره. اللي هي الثلاجه هذه، الثلاجه هذه يختلف من سياره لسياره. الثلاجه هذه يجي لها وجه هنا، اذا الوجه هذا جاء فيه قطع ينسم الضغط في السياره، تلقاها تفتف. لازم تتاكد كمان من جلده الثلاجه. اخر شيء اللي هو الدسك والصحن والفحمه، الدسك والصحن والفحمه. شلون تعرفه؟ اذا مثلا قابلك طلعه اسفلت او شيء، وانت ماشي مثلا على الراحه على النمره السادسه او الخامسه، وجاتك الطلعه وحسيت ان السياره فيها ضعف، ضعفت، لازم تغير النمره 4، كمان تضعف النمره 3، تضعف النمره 2 عشان تطلع الطلعه. يعني كل ما غيرت النمره اثقل فاثقل، معناته ان الدزق والصحن والفحمه عندك ضعيفه، يبغى لها تغيير، وتطلع لك ريحه الكلشت، ريحه الكلشت تشمه وانت ماشي في الطلعه، تحس السياره مره ميته ما تطلع. فهذا يكون مشكله دزق وصحن وفحمه، هو اللي يضعف السياره. هذا كل شيء عندي وباختصار وبشكل سريع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.